من جهته أكد محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل عدم السماح للخارجين على القانون بتهديد السلم المجتمعي تحت أي تسمية أو شعار، وأعلن في مؤتمر يثرب للصلح العشائري التوصل إلى حلول منطقية لحسم الخلافات التي افتعلها الإرهابيون بمشروعهم التخريبي، داعيا إلى مصالحة عشائرية لا تظلم أحدا. وقال محافظ صلاح الدين أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، وسنعالج الظلم بالكشف عن هوية المتورطين بدم الأبرياء من أبناء عشائر يثرب وخصوصية العلاقات بين أركانها، مشيرا إلى إجراءات فورية لمنع استفزاز مشاعر أهالي الضحايا بأية إجراءات على الأرض. المشكلة هي تركة لأحداث داعش. الحقيقة اليوم احنا عشائر وقانون، اليوم ان شاء الله من خلال العشائر نقدر انه نتجاوز القضايا القانونية وتحل، لكن هنالك قضايا يجب ان تثبت حقوق الآخرين، واكو قضايا يجب ان ناخذها بنظر الاعتبار في حل المشكلة. اعتقد انه احنا وصلنا اليوم الى حل مقنع وتنازل، يعني الرجل المظلوم في هذه القضية أعطى من حقه الكثير من أجل الحل ومن أجل المصالحة ومن أجل أن ترجع العوائل. فإحنا نثمن هذا الشيء ونطلب من الطرف الآخر أيضا أن يتعاونون معنا في أن نجد حل كامل لهذا الموضوع. فهذه القضية يعني الطرف اللي إحنا عنده الآن قدم كل ما يستطيع، وإحنا شاكرين لهذا الشيء، وان شاء الله احنا ايضا راح نقوم بدورنا. وهنالك اجراءات او مضبطه اتفاق تم الاتفاق عليها، ان شاء الله راح نبدا ننفذها من هذا اليوم ان شاء الله.